انا صفدت ابن عدنان. قال لها احكي لامي ما تعيطش، احكي لها تنبسط انا حي، تيجي تطلعني انا في الممر. طب وصف المكان اللي هو موجود فيه تحت ثلاث طوابق. واجا صبية في الحلم، هي بنت صاحبتي، اجاها وحكى لها اني انا موجود في الممر، خلي امي تطلعني. اجا الشاب هان وانا قاعده بستنى، جاب الكفن وبدا ايش يطلع. كان نفسي اشوف احمد كامل، يعني جثة كاملة، بس يعني ربنا أراد هيك لعله خير في كل حاجة. كيف كانت اللحظات الأولى بعد ما تكون هذا الكفن؟ كأنه ابني وأنا ولده، هذا ابني تماما زي ما حملته أحمد. فعلا حملته من هان لوين لك ما العدوى. أنا صفدت ابني عدنان، هي أنا اللي عملت له الجنازة. لما الشباب بطلت تكبر صرت انا اكبر، اقول لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، لا اله الا الله احمد حبيب الله، لا اله الا الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله حبيب الله واحمد حبيب الله.